طبعا كواليس وتفاصيل هذا اليوم بالنسبه للصيادين في البرولوس. هيوصف لنا هذا المشهد الحاج محمد شرابي نقيب الصيادين في البرولوس اللي بنرحب بيه دلوقتي معانا على التليفون. صباح الخير عليك يا ريس محمد. صباح الخير على مصر الخير وعلى مشاهدي القناه الاولى وعلى المصريين في شتى انحاء العالم. اللهم امين. كل سنه وانت طيب. كل عام وانتم طيبين ويعود عليكم وعلى مصر دايما الايام بخير يا رب. اللهم امين. حاج محمد عايزين نعرف كواليس اليوم ده لحظه اذاعه البيان. والله يعني انت هترجعني لاحلى ذكرى في حياتي كاحد صيادين مدينه برج البرولس بصفه خاصه واحد صيادي مصر بصفه عامه. هذا اليوم لا ينساه المصريون عندما اصدر البيان الفريق اول عبد الفتاح السيسي لازاحه الغمه عن الامه. فهذا اليوم كان من اسعد ايام المصريين عندما ازاح الزعيم عبد الفتاح السيسي هذه الغمه عن الامه وليس المصريين فقط. بما حدث من دمار وقتل وخراب من هؤلاء الناس. فالحمد لله الحمد لله ان هذا اليوم لا ينساه الشعب المصري وخاصة أبناء مدينة برج البرولس لما شاهدوه وما رأوه بأعينهم على أرض الواقع. احنا يمكن شفنا لقطة مميزة حصلت ويمكن اتكلمت عليها دلوقتي انه انتوا قررتوا توزعوا السمك بالمجان احتفالا ببيان نهاية حكم الإخوان. كلمنا عن تفاصيل بقى اليوم ده، فاكروا ازاي؟ ايه اللي فاكروا منه؟ هل كان في اتفاق ما بينكم ان انتوا توزعوا السمك بالمجان؟ ايه اللي حصل؟ والله كنا سيادتك كمجتمع قطاع صيد كلنا قاعدين امام المقاهي كرجال. وعندما صدر بيان الفريق اول عبد الفتاح السيسي عمت الفرحه ارجاء مدينه برج البرولس، وخرج الرجال والنساء وخرجت برج البرولس عن بكره ابيها للاحتفال بهذا اليوم. وبناء على رغبه اهالي مدينه برج البرولس تقدمت بمذكره لعمل مسيره تأييد للسيد الفريق اول عبد الفتاح السيسي، وبفضل الله تم الموافقة عليها. وكانت هذه المسيرة لم ولن تحدث حتى الآن، أشاد بها الإعلام العربي والعالمي قبل الإعلام المصري. احنا بنفتكرها بعد 9 سنين كمان. يعني هذه المسيرة، وهذا موثق في مديرية أمن كفر الشيخ. هذه المسيرة أشاد بها جميع الإعلام العربي والغربي، ولله الحمد رب العالمين. أما عن جو الاحتفال في هذا اليوم، بالفعل كان هناك بعض الصيادين في رحلة صيد عندما علموا بإزاحة هذه الغمة عن الأمة، قاموا الصيادين بتوزيع الأسماك على الأهالي وعلى بعض المرة على الطريق الدولي الذين كانوا يمرون بالسيارات لشراء الأسماك. من كانوا يبيعون الأسماك كانوا يوزعونها على السيارات، والأهالي هنا داخل البيوت بعضهم البعض يوزعون الأسماك على الجيران والمعارف بدون اتفاق كده حاج محمد وجميع فئات المجتمع التي كانت موجودة في هذا اليوم. فبفضل الله سبحانه وتعالى مدينة برج البرولس ضربت أروع الأمثلة وأروع الحب للوطن لما قدمته وفعلته في هذا اليوم الذي قام فيه السيد الفريق عبد الفتاح السيسي بإزاحة الغمة عن الأمة. أنا لا أقول إخوان مسلمين، فلا يليق أن أنا نقول إخوان مسلمين، هؤلاء مدمرون مخربون للوطن، كانوا يبيحون سفك الدماء ويحللون خراب الأوطان وحرق الأوطان وقتل الأبرياء. فليس في وفهم، فالإسلام ليس هذا. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى عندما أصدر البيان في ذاك الوقت الفريق عبد الفتاح السيسي كان لنا الفرحة العارمة. عظيم.